واهلا اهلا مع بسكت الاجبان. تعالوا انا وياكم نبدا مع بعض. عندي لحم مقطعه الى مكعبات كبيره صغيره براحتكم، والافضل انه طبعا يكون لحم صدر من غير اي عظم. راح اضيفه للزيت واستمر تقليبه. راح نبدا اول شيء استخدم قدر الضغط، راح اضيف له الزيت، استنى بس لحد ما يبدا يسخن، ومع التقليب راح اضيف الملح والفلفل الاسود واستمر. مثل ما انتم شايفين تغير عندي لون اللحمة، راح اضيف لها الان مكعبات البصل الابيض وتقريبا كاس موية. بخلي النار تكون وسط وراح اغطي القدر واتركها تقريبا ساعة اقل شيء. استوت اللحمة عندي وخليتها على جنب، بنتفها وريكم اياها هالحين قبل ما احطها مع المكونات. عندي هنا بصل ابيض وعندي هنا قطعة زبدة ذوبتها، اضيف البصل الابيض وراح اضيف معه الثوم المهروس. وهذا شكل اللحمة بعد ما نتفناها بهالشكل، مثل ما نتف الدجاج بالضبط، لما تكون مسلوقة كويس على طول تتنتف معنا بهالشكل. نحمس عندي البصل مع الثوم والزبدة وطلعت الريحة. راح نضيف الآن اللحمة بعد ما فتسناها، نقلب اللحمة لحد ما تاخذ نكهة البصل والزبدة والثوم، وراح نضيف لها الملح والبابريكا المدخنة والفلفل الأسود. ومع التقليب راح أضيف لها مجموعة الصوصات هذه، راح أصورها لكم الآن، اللي هي صلصة الشواء الحارة الحلوة وبالبصل وبالعسل. نستمر بالتقليب ونضيف جزء من مرقة اللحمة اللي سلقناها فيها. فعليا ودي تشمون الريحة تبارك الرحمن. بضيف الآن جبنة موزاريلا مبشورة. راح ناخذ جزء من اللحم ونضيفه الخبز اي خبز برجر، بس البطاطس بيطلع معها فنان.